اصلا انت واحد لا تستحق المسامره، بس همك جيبك وبطنك بس، وهذه الاشياء مكروهه عند الرجال. يا عم روح، هي الدنيا فيها ايه الا لقمه نظيفه وشويه فلوس تنفع في اليوم الاسود اتاك. سمعنا هلا انت وياه، وقالوا لي شو مشان الواحد اذا بده ياخذ له غرفه هون عندكم بالحوش؟ موجوده، وبمناسبه السكن الجديد انا عازمكم النهارده على طبق ملوخيه بالفراخ. انا ارفض هذه العزومه قلبا وقالبا. انت اصلا مش معزوم. لا اطول بالك اشرف، ما حلو منك هيك. ليش حتى ما تعزموا؟ يعني رفيقك وساكنين سوا انتوا. بعدين انت فهمني، يعني انت ليش رافض العزومه؟ شو هالقرار اللي اخذوه؟ انا يا ابو جانتي قراري مبني على اساس تاريخي، مش من اللحظه دي. لك حاجه بقى تعمل لي فيها تاريخي ومعاصر هلا؟ يلا صالحوا بعض، خلينا نبدا صفحه جديده. يلا عشان خاطرك بس، عشان خاطرك بس يا ابو يلا. جانتي يلا سلم عليه اشراف. انا عشان خاطر ابو جنتي اسلم عليك. يلا حبيبي يلا مشاني يلا. هي ها يا عيني عليك بوز الديك. ايوه 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 تاج السر، ايوه تاج السر. هرب الديك مره ثانيه، هرب الديك. انت كنت تنتظر هذا اللاعب المصري السوداني يبحثون عن الديك. يا سلام. مي شو بدك؟ تعي لهون عاوزتك شوي. شوفي ست الحسن بالجمال، شو وين راحي ما؟ شو بيعرفني راح؟ تقبريني، تعي ساعديني بالشاكرية. هي لساتها هون ما؟ لك شو بدك فيها؟ وإذا هون هي؟ ليه ما بدي ما بدي فوت على المطبخ ما بدي؟ لك تقبريني، هي المرة درويشة وحبابة وعلى نياتها، كل ما بتذكر شو صاير معها من قصص وحكاية وشنططها بتلاقي دمعتي نفرت من عيني. إيه ما بيصير أمي، شو ما كان صاير معها ما بيصير تفوت على بيوت الناس وتطلب بناتهم هيك عن كذب وأمير وما أمير. لك كذب ولا عن صحيح؟ لك راحي ظروفها لهالمره صاير معها قصص فظيعه، هي واولادها مشنططين. يا حسرتي، بتروحوا من قرنه لقرنه، بيروحوا من قرنه لقرنه. شو بدك يعني ياها؟ تضحك وتلعب؟ ما بيصير. وناس بيقولوا لجوزك شفناه بالشام، ناس بيقولوا لجوزك مات بحلب، شو بدها تعمل لها؟ اضطرت تحتال. اي ناس دوليين عم يحتالوا، هي ما لازم تحتال يعني. تعي ساعديني خلصيني. مساوي الشاكري يا ماما كرمال خاطري سامحي. خلص امي سامحتك، بس كرمالك ها؟ لك تقبريني شو حنونه؟ تعي قوام نكمل الشاكري. يلا امشي امي، بس الله يخليكي انتي فوتي قبلي. ايه؟ لا فوتي. لا ما بدي امي انتي فوتي. لك فوتي. خلص ما بدي فوتي. لك تعي تعي خلص تقبري. ماما. لك ايه تعي. في وقت لسه نقدر ناخذ لنا طلبين ثلاثه على بين ما يجي عماد من السفر. لك شو ها سعدان ازرق؟ شو عم يعمل على الشجره؟ يا حبيب بدك موزة؟ شو عم يعمل على الشجرة؟ لله في خلقه يشوف.